السلام عليكم. The difference between hub, a bridge, a switch and router. لتصميم أي شبكة نحتاج إلى هذه الأجهزة. خلينا نتعرف كيفية عمل هذه الأجهزة من خلال Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer هو أحد برامج المحاكاة لأجهزة الشبكات. يوجد أيضا Graphic Network Simulation. الغاية من هذه البرامج المحاكاة يستفاد منها مهندسو الشبكات في تصميم الشبكة على هذه البرامج، ثم يتم نقلها على شكل الواقع. الآن احنا راح نستخدم Cisco Packet Tracer لمحاكاة ثلاث شبكات. الشبكة الأولى تتكون من الهب ومجموعة من الأجهزة المرتبطة معه. أما الشبكة الثانية هي سويتش ومجموعة من الحاسبات مرتبطة معه. أما الشبكة الثالثة فهي عبارة عن شبكة انترنت ووركينج راوتر يجمع بين شبكتين. نبدأ بمحاكاة الهب. ما هو الهب؟ الهب يتكون من مجموعة من البورتات. الهب هو مجموعة من الريبيترز. الريبيتر يعمل على استلام الإشارة ريجنريت الإشارة وإرسالها. الهب هو جهاز غير ذكي ولا يحتوي على أي برامج كونفيجريشن في داخل، بمعنى الهب لا يمكن برمجته أو إعداده استخدامه في مجال شبك. فقط يعمل الهب كسيار كهربائي. أنا أقول لك الهب مثل السيار الكهربائي. سيار الكهربائي أوقات أنا عندي نقطة واحدة أريد أحصل من عندها على أكثر من نقطة، وأريدها بمسافة بعيدة، فراح أستخدم السيار الكهربائي لتوفير هذه الخصائص. قبل لا نبدي بالشبكة مالت، نطب على أي حاسبة من الحاسبات وجود الـ IP address ووجود الـ MAC address في كل جهاز يربط مع الشبكة. لو رحنا للكوماند أكتب ARP في بداية الشبكة، لا توجد أي جهاز يعرف الجهاز المجاور له. نبدأ بالمحاكاة. لو نعمل على إرسال رسالة من حاسبة BC0 إلى حاسبة BC3، خلنا نبدأ السيميوليشن. قلنا أوكي. نعرف الهب من يستلم الرسالة يعمل برودكاستينج إلى جميع الحاسبات المربوطة معه. الحاسبة اللي ما تحتاج الرسالة تحملها، أما الحاسبة التي تحتاج الرسالة أو المرسلة لها الرسالة سوف تستجيب إلى الهب، والهب يعمل بدورها برودكاستينج إلى كل الأجهزة أيضا، وهذه الأجهزة من تحتاج هذه الرسالة تأخذها وبقية الحاسبات تحملها. نلاحظ أنه عملية successful في عملية إرسال رسالة واستجابة لها من الحاسبة المرسلة. دبل كليك على الحاسب الآن command. نرجع لنفس الإعازة العرب. نلاحظ أنه أكو تعارف صار بين الحاسبات، يعني هنا الحاسبة BC3 مع حاسبة BC0. تلاحظ أنه BC3 عرفت الماك مات الحاسبة BC0. إعادة العملية إرسال رسالة أخرى من حاسبة BC0 إلى حاسبة BC3، علما أنه هاي الحاسبة تعرف الماك ادريس مال هاي الحاسبة. المفروض الاتصال يصير مباشرة بعيد عن بقية الحاسبات. سوي عملية المحاكاة. لاحظ الهاب يبقى سوي برودكاستينج إلى كل الحاسبات، وكذلك الحالة الإجابة إلى الهاب برودكاستينج إلى كل الحاسبات. إذن جهاز الهاب يعتبر من الأجهزة المؤذية للشبكة، لأن يحجز جميع الميديا الموجودة في داخل الشبكة لإرسال واحد،
يعني عندما تكون حاسبة واحدة تفصل بقية الحاسبات. listen، الآن حاسبة بي سي 0 تتصل رسالة إلى حاسبة بي سي 3، وبنفس الوقت حاسبة بي سي 1 تتصل رسالة إلى حاسبة بي سي 2. لاحظ صار عملية collision detection. لم يتم إرسال أي رسالة لأن عملية collision، النتيجة failed. إذن الهب one collision domain one broadcast domain. الآن نحاكي الشبكة الثانية لنتعرف على خصائص switch. switch multi port bridge. bridge switch يحتوي على الماك أدرس لكل بورت من بورتات، يحتوي على الماك أدرس مثل ما جاي تلاحظ. هذا الماك أدرس يعمل على فلترة النتورك، بمعنى كل بورت من بورتات السويتش بماك. يعرف السويتش أنه هذا البورت من هذا البورت يقدر يرسل إلى هذه الحاسبة، وهذه الحاسبة تقدر تعرف أنه ترسل إلى هذا البورت بالسويتش. يعني يتم التحاور بينهم عن طريق الماك أدرس، لأن السويتش بالداتا لينك لاير. دبل كليك على السويتش. سويتش هذا شكله، مجموعة من البورتات. سويتش يحتوي على سوفتوير، يعني أنا أقدر أبرمجه بالطريقة اللي تعجبني في استخدام الشبكة. أكيد خلنا نعمل محاكاة. قبل المحاكاة قلنا كل حاسبة من الحاسبات المربوطة بالشبكة لابد أن تحتوي على IP address على الماك address. command ARP في بداية كل شبكة، أنه قلنا لا يوجد أي تعارف بين الأجهزة المترابطة مع نتورك واحد، يتم إرسال رسالة من حاسبة BC4 إلى حاسبة BC7. تم عملية الإرسال، تلاحظ أنه بالسويتش أول مرة يربط بالشبكة يعمل برودكاستنج إلى كل الأجهزة، لأن ما يعرف من راح يحتاج الرسالة، من المستلم الرسالة محتاجة، ريسيفر منه. عندما يستلم الرسيفر الرسالة يرسلها إلى السويتش، السويتش ستن يعرف المصدر مات الرسالة منه، فبعد ماكو داعي يسوي برودكاستنج، لذلك هو انتليجنت. تلاحظ تمت عملية التخاطب بين حاسبة BC4 مع حاسبة BC7 بعيد عن حاسبة BC5 عند حاسبة BC6، وتمت العملية بنجاح. دبل كليك على الحاسبة، روح الكوماند نفس الإيعاز R. لاحظ هنا حاسبة BC4 استطاعت أن تعرف الماك مال حاسبة BC7. عيد الكرة مرة ثانية، هاي الحاسبة BC4 ترسل رسالة إلى حاسبة BC7. هنسوي السيميوليشن. هنا عرف الماك مال BC7، فماكو داعي يسوي برودكاستنج. سويتش بريك أب كوليجن دومين، لكن يحتوي على وان برودكاست دومين. خلينا نبدي هنا نجرب الكوليجن دومين في هذه الشبكة. حاسبة بي سي 4 ترسل رسالة إلى الحاسبة بي سي 7، والحاسبة بي سي 5 ترسل رسالة إلى الحاسبة بي سي 6. ماذا يحدث؟ طبعا تلاحظ انه السويتش يعمل برودكاستنج، لانه بالنسبه للحاسبه بي سي 5 بي سي 6 اول مره يتصلن بالشبكه، فلذلك لازم اول ما يتحقق الارب بيناتهم. كمل الارب، بدت كل حاسبه تعرف الماك مالت الحاسبه المرسلة
كمل الأرب الآن، كل حاسبة عضفة الماك مال الحاسبة اللي تريد اتصال معه اللحظة الآن. نجي إلى الحاسبة رقم 1، استخدمي عازل الأرب لأن إحنا تم عملية الإرسال من حاسبة BC4 إلى الحاسبة BC7، فالحاسبة BC7 عضفة الماك مالت. كذلك الحال نجي الحاسبة BC7، استخدم الأرب، تلاحظ عضفة الماك مال الحاسبة BC4، وهنا الحاسبة BC5 لازم تعرف الماك مال الحاسبة BC6، والحاسبة BC6 تعرف الماك مال الحاسبة BC5. إذن بعد ما نكمل الآر بنعيد العملية مرة أخرى للمحاكاة. قلنا حاسبة BC4 ترسل رسالة للحاسبة BC7، والحاسبة BC5 ترسل رسالة للحاسبة BC6. هل نلاحظ أنه عملية الإرسال حدثت بدون حدوث عملية كوليجن، لأن كل حاسبة تعرف لمن ترسل الدات، وبذلك عمل السويتش ملائم وكفوء جدا في الشبكات. نبدأ الآن بمحاكاة الشبكة الثالثة. الشبكة الثالثة احنا نسميها انترنت وركينج، لأن الراوتر يجمع مجموعة من الشبكات. هنا عندنا شبكة أولى والشبكة الثانية، الراوتر جمع بيناتهم. يعني عندنا الشبكة الأولى متكونة من 192.168.17.0، أما الشبكة الثانية 192.168.15.0. لو دبل كليك على الراوتر نلاحظ شكل الراوتر، هذا شكل الراوتر. أتكلم الآن أنا على راوتر نوع سيسكو. ممكن برمجة الراوتر بالطريقة المناسبة للشبكة من خلال مهندس الشبكات. تلاحظ الراوتر هو مسؤول على IP address بروتوكول ومسؤول على الراوتينج. لو كانت عندنا بالشبكة مجموعة من الراوتينج لاضطرينا انه نختار نوع الروت اللي يكون بين مجموعة الراوترات. يعني انا افضل مسار استخدم يا خوارزمية لايجاد افضل مسار، هنا عندي خوارزمية ستاتيك او خوارزمية راب، يتم التطرق لها في المحاضرات التالية. تلاحظ هنا الانترفيس 00 يربط الشبكة الاولى، الانترفيس 01 يربط الشبكة الثانية. لو يتم ارسال رسالة من حاسبة BC13 الى حاسبة BC12، وتلاحظ هنا لاول مرة، لذلك الارب اشتغل. لو كان الشبكة تعمل سابقا فتلاحظ الارب ما موجود. ليش؟ لان انا هسه هنا بنضغط على الارب، شنو استفاد هذا الارب؟ الارب السورس عندي الماك مات، وعنده شنو؟ الاي بي مات. إذن هذا الاي بي وعنده الماك، شنو مطلوب؟ مطلوب عند التارجت، عند الاي بي مات التارجت، ولكن لا يوجد الماك، لذلك يعمل الارب. خلنا نبدأ بمحاكاة. تلاحظ لانها اول مرة ناس سيسكو عمل برودكاستينج. هنا إذا تلاحظ الأرب انتهى، لأن الأرب ما يوصل إلى الماك مال BC12، يوصل إلى الأرب، الأرب يوصل إلى الماك مال الراوتر، لأن هو عملية الخروج والراوتر هو المسؤول في عملية إرسال الداتا إلى الديستنيشن. الراوتر بريك أب كوليجن دومين، بريك أب برودكاست دومين. ونجي الآن للحاسبة وحدث اكتب كوماند R. تلاحظ هنا حاسبة 192.168.17.4
مضاد اتصل رسالة إلى حاسبة 192 168 15 7 ما حصلت على الماك مالتي، حصلت على الماك مال من؟ مال الراوتر، لأن عملية خروج الداتا من هذه النتورك تكون عن طريق هذا البورت مال الراوتر. خلي نعيد الآن إعادة الرسالة، خلينا نسوي السيميوليشن. إذن النتيجة successful، تمت إرسال الداتا من BC 13 إلى BC 12. أتمنى فعلا استفاديتم من هذه المحاضرة، شكرا جزيلا لكم.